يا نهار اسود يا حماده، ايه اللي التكبه في اليافطه دي يا واد؟ انت بتفاول عليا؟ وانا اقدر يا استاذه، انت ليه خدتيها بالمحمل ده؟ امال ايه هنا تركض؟ جاتك البلد شكلك. بقول لك ايه، اليافطه دي هتتغير وتروح تحطها الموكوس في الكنبه بتاعك. تتغير؟ ايوه ايوه، بالراحه اللي بتخبط. جرى ايه يا حراميه يا حوش؟ انت استوليت على الفيلا ولا ايه؟ استولينا ليه؟ كيشته ولا جبته بالتقسيط؟ من غير كلام كتير، انت غيرت الكالون؟ اغيرته. بيتي وانا حره فيه، بيتي اغيره باللي فيه. وحاول كده تقف لي انت ولا الشيسهات اللي انت جايبها لي معاك دي. وشفت هاني البدوي يا حبيبي هتعمل فيك ايه؟ وليه بقى يا استاذه؟ امال حماده تربو شطان الامبالية راح فين؟ مين الفار الزراعي ده؟ وبعدين بقى؟ فكك منه يا حماده، واختف رجلك لحد الميله، هات لنا 2 كيلو لب سوبر عشان نتسلى بيهم. 2 كيلو لب سوبر تتسلي بيه؟ ليه؟ ديناصور بيتسلى؟ يا تهاني تعالي نتفاهم بالحسنى، انا بحذرك تحذير اخير، انا معايا حصانه ومش هسيبك. لو انت متحصن من البرلمان انا متحصنه من ربنا سبحانه وتعالى. واسمع بقى البقين دول عشان الايام اللي جايه ما تكونش سارقه علينا في الفيلا هنا. عايز تقعد في الفيلا تقعد في النص بتاعك، بادبك بذوقك باحترامك باخلاقك. هتتنطط هشق الهتمه اللي على جدتي والبسك قضيه تحرش. يا لهوي ورحمه امك السبعويه الغاليه لخرجك من هنا بزفه. هو اللي جابه لنفسه.